هاي جايز، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. بتشوفوا فيديو اليوم معاكم جميلة من قناة جوج عبد اللطيف. اليوم رح نسوي حاجة توقع الكل يحبها، اللي هي كوكي او كوكيز، لكن بايش؟ بس بثلاث مكونات. متخيلين كوكيز بثلاث مكونات؟ طبعا انا ما جربت ولا قد في عمري في حياتي سويت كوكيز، لكن كثير بشوف هذه الفترة قاعدين يسوي كوكيز في اليوتيوب، في التيك توك وزي كذا. فدحين راح اقول لكم المكونات ويلا. طبعا يا جماعه للكوكيز هذا بثلاث مكونات راح نحتاج لي ربع كوب زيت، بس انا مليته شويه، وراح نحتاج لبيضه، وراح نحتاج لهذا خليط بيت كراكر، نفس ذا النوع اللي هو الشوكولاته بالحليب، هذا تلقوه في البقاله او السوبر ماركت. يا جماعه طبعا نسيت اقول لكم، انا ما راح احط الخليط كله، فهو حيكون كامل صح، انا راح احط نصه، ما راح احطه كله. ويا يلا نبدأ. عدنا لكم جماعة من جديد. طبعا طلعنا الكوكي من الثلاجة. رح نحتاج هذه الصينية، صينية الفرن، ورح نحتاج هذا ورق الزبدة، A few moments later. طبعا يا جماعة شوفوا، خلصت من الكوكيز بعد ما شكلته، فدحين بحط على بعضه هذه الشوكولاتة الجلاكسي، إذا تبي تحطه حطه عادي. طبعا حنخلي مدته في الفرن، اتوقع ايوه حتخلوه من فوق ومن تحت لمده تقريبا 7 دقائق، لكن خليكم عنده في حال انه شفتوا خلاص قرب بيصير طلعوه وشوفوا الوضع، بعدين ندخله مره ثانيه. يلا دحين خلينا نوديه للمطبخ للفرن. دحين كرم بدوق او بدوق، خذي ماما. طيب يلا يا كرم، وماما بدوقه. يلا كرم. طعم 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 جدا. كيف جلاكسي ولا بدون؟ جلاكسي. والله شكله طعم. انا ترى ما جربت لسه، بجرب معه. يو اسمحوا. ودحين جا وقت اني اجربها، مره شهيه، نفسي اجربها من اول، بس قلت لازم اجربها معاكم. ويلا جربت. طبعا بقول رايي بكل صراحه، يعني عشان لو عجبتني بقول لكم، اذا ما عجبتني ما بقول لكم. يلا بالايمان انها مره طعمه. اتوقع لو فتحت المشروع وبعد الكوكيز بكسب مليار ريال في اليوم. امزح، بس حقيقي يعني انا اول مره اسوي كوكيز، ومره لذيذ، يعني تجربه وبدايه مره جيده بالكوكيز، مره عجبني انه خاصه انه بثلاث اشياء، هذا الغريب انه بثلاث اشياء او ثلاث مكونات وطلع بهذا الطعم. فانا صراحه يعني عن نفسي مره عجبني، وراح اعيد التجربه مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره وحداشر واثناشر وثلاثه وثلاثه مره كثير. فانصحكم انكم تجربوه، ولو ما جربتوه فاتكم نص عمركم. كذا خلصنا هذا الفيديو، لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، واكتبوا لي تحت في الكومنت طبخات او افكار يوتيوب اسوي لكم هي بما اني رجعت للقناه. وطبعا جربوا الكوكيز من البدايه اقول لكم. يلا مع السلامه.